كنتاكي المفلسين او كنتاكي الغلابة. لو ما عندكيش في بيتك الا بيضتين وشوية دقيق تقدري تعملي بيهم كنتاكي بنفس طعم الكنتاكي بالظبط، وبدون ما تستخدمي اي فراخ ولا اي لحوم نهائي. ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة. اول حاجة هنجهز الطبقة الخارجية. معانا التوابل، معانا معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من كل التوابل دي، فلفل اسود، كركم، توم باودر، بصل باودر، قرفة، بابريكا، ومعانا كمان كمون وكزبرة، وكمان معانا مكعب مرق الدجاج، ومعانا كوبايتين من الدقيق. اول حاجة هنطحن مكعب مرق الدجاج بايدينا ونضيفه على الدقيق، وكمان هنضيف كل التوابل ونقلبهم مع الدقيق كويس جدا. هناخد جزء من الدقيق ده نحطه في طبق تاني حوالي 6 معالق كبار، وهنجيب كوباية من المية، مية عادية من الحنفية، وهنضيفها بالتدريج على الدقيق ده ونقلبهم بشوكة كده. احنا عايزين عجينة قوامها يكون زي عجينة القرنبيط او اخف شوية. هي اخدت مني مية حوالي 3/4 كوباية، ممكن تاخد منكم مية ازيد وممكن اقل حسب كمية الدقيق اللي شلتوها على جنب. هنركن الدقيق ده بقى على جنب، وهنجيب بيضتين ونحطهم في طبق عميق شوية، وهنضيف على البيض رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح ونص مكعب مرق الدجاج. هنهرس مكعب مرق الدجاج بايدينا كويس جدا ونضيف نصه فقط على البيض، احنا مش محتاجين من نصه، وهنقلبهم مع البيض كويس جدا. بعد كده هنجيب طاسة ونحطها على النار ونحط فيها نص معلقة من السمنة او الزبدة، وممكن كمان شوية زيت، ونسخن السمنة كويس جدا. بعد كده ننزل بالبيض على السمنة في الطاسة كأنك بتعملي بيض اومليت بالظبط. انا بشتغل على العين الصغيرة، مشغلاها على الاخر مش موطيها خالص. هسيب البيض يستوي من تحت الاول، بعد كده اقلبه عشان يستوي من فوق كمان. اول ما البيض يوصل للشكل ده هقلبه على الجهة التانية. لو تقطع منك وانت بتقلبيه عادي خالص، احنا اساسا مش عايزينه قطعة واحدة، هنقلبه كده ونسيبه يستوي من الجهة دي كمان، بعد كده نشيله من على النار على طول. بعد كده هنقطعه بالمعلقة. القطع مش لازم تكون متساوية ولا منتظمة، انا عايزاها شكلها يكون عشوائي شوية عشان تكون شبه الكنتاكي بالظبط. قطعوه كده بالمعلقة بالحجم اللي تحبوه زي كده. بعد كده نجيب قطع البيض ونغمسها في الدقيق مع المية الاول، بعد كده نشيلها بشوكة نحطها في الدقيق ونغلفها بيه، وما نضغطش عليها خالص عشان الطبقة تكون هشة، ونغمسها تاني في المية والدقيق ونطلعها كمان مرة نحطها في الدقيق بالشكل ده، ونخرجها من الدقيق ونهزها في ايدينا عشان الدقيق الزيادة ينزل منها. وكمان الحركة دي هي اللي بتعمل شكل الطبقة الخارجية بتاعة الكنتاكي. وبنكون حاطين الزيت على النار يسخن، واول ما يسخن بنقلل درجة الحرارة للنص وننزل فيه قطع البيض على طول، وما نزحمش الطاسة او الحلة اللي بنقلي فيها عشان الطبقة الخارجية ما تفكش من عليها، وما نقلبهاش على طول، نسيبها شوية بعد كده نقلبها على الجهة التانية لحد ما تتحمر من جميع الجهات ويكون لونها ذهبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده نخرجها من الزيت على طول وتحطوها في مصفى تنزل الزيت الزيادة اللي فيها. شايفين شكلها زي الكنتاكي بالظبط.
وبس كده وصفتنا النهاردة تكون خلصت. هوريكم شكلها النهائي. شايفين شكل الكنتاكي بالظبط، وكمان نفس الطعم بتاع الكنتاكي. شايفين الطبقة الخارجية متماسكة جدا ازاي، وكمان هوريكم شكلها من جوه زي ما يكون معمولة فراخ بالظبط. اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة. والسلام عليكم.